بسم الله والصلاة على رسول الله. وجودنا اليوم هنا في ولاية ورقلة سمح لنا في بداية الأمر أن يعني نزور ورشة بناء فندق تابع لقطاع الخاص، وأيضا سمح لنا أيضا أن يعني نضع حجرة أساس لمشروع بناء فندق أيضا تابع لقطاع الخاص، وأيضا سمحت لنا هذه الزيارة أن ندشن فندقين تابعين لقطاع الخاص وهما ذات الطراز العالية 4 نجوم. وهاد المشاريع هادويا راحين يسمحوا لولايه ورقلة انها تعزز حظيرة نتاعها الفندقيه، وايضا راح تسمح لها ايضا انها تروج المنتج السياحي نتاعها، وخاصه المنتج التراثي، المنتج الديني، المنتج الحوامي، وايضا المنتج سياحه العمل لو توريزم دي زافير. كما تعلمون ان ولايه ورقلة تعرف نشاط اقتصادي يعني كبير، وكل هدايا الزياره نتاعنا يدخل في اطار تشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي، وهذا يدخل ايضا في اطار سياسه الدوله اللي يعني تروج وايضا وتنمو قطاع السياحه في كل المناطق، وخاصه من منطقه ورقلة اللي هي تعد من يعني اللي هي تعد من ولايه اقتصاديه بامتياز. وشكرا.